فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تحضر للدروس مع هل يجوز للمرأة أن تحضر إلى الدروس مع السائق لوحدها، أم لا بد أن يكون معها محرم؟ ما تركب مع السائق وحدها، هذه خلوة، كن معها من تزول به الخلوة، إما امرأة ثانية وإما أكثر من امرأة، أو يكون معها محرم لها من الرجال، أما تركب معه وحدها لا. نعم.